بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اصدقائي، معاكم دكتوره ابرار. النهارده هتكلم عن الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا والفرق بينهم. فيديو سريع كده وخلونا نبدا على بركه الله. ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه both of them have cytoplasmic membrane، كلاهم فيه cytoplasmic membrane، ده نوع من انواع similarity، التشابه. لكن الفرق في البيبتيدوجلايكان، البيبتيدوجلايكان لاير هنا بتكون thick في الجرام بوزيتيف، بتكون يعني تقريبا 60-90% من السيل وول بيبتيدوجلايكان، لكن هنا بتكون 2 or 3 layers only. اوكي، 2 to 3 layers of peptidoglycan في الجرام نيجاتيف. فرق كمان مهم، الاوتر ممبرين موجود في الجرام نيجاتيف، الجرام بوزيتيف ما فيهاش اوتر ممبرين. مهم كمان اللايبوبوليساكرايد موجود في الجرام نيجاتيف، مش موجود في الجرام بوزيتيف، يبقى ده فرق واحد اتنين، وده التالت. اوكي، يبقى الجرام بوزيتيف بتكون ثيك، الجرام نيجاتيف ثين. النيوميرس لاير اوف بيبتيدوجلايكان هنا بتكون 2 to 3 layers only. هنا اللايبوبوليساكرايد مش موجود والاوتر ممبرين مش موجود. البيريبلازم بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن السيتوبلازميك ممبرين مع البيبتيدوجلايكان، ده مع ده كلاهما بنسميه بيريبلازم. بيريبلازم هنا البيريبلازم بيكون الانر ممبرين والاوتر ممبرين، اللي هو السيتوبلازميك ممبرين يعني مع الاوتر ممبرين، كلاهما بنسميه البيريبلازم، اللي هو الجيلاتينيس ماتيريال، اللي تكون الطبقه الجيلاتينيه. اخيرا الستين هنا بتكون جرام، الستين بتخلي الصبغه بتخليها الجرام بوزيتيف، بتكون بالكالر فايلوت، ولو حطينا عليها الكحول الكالر بيزداد غمقا، بيبقى اغمق، بيبقى ستين دارك فايلوت. اوكي، لكن جرام نيجاتيف الستين بتخليه لونها فايلوت، بيكون الكالر بينك. يعني اول حاجه بنحط البيجمنت، بعدين بنحط الكحول بتشيل اللون، بتعمل دي كولرايزيشن، فبالتالي هنا اكسبت الكاونتر ستين، او بتخلي الصبغه لونها بينك مش فايلوت، وبيكون اللون شبه السفرانين. تمام، يبقى دي الفروقات المهمه بين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. اتمنى لكم كل توفيق وفي امان الله.